قبل ما الوقت اصل انا زمايلي عمالين بيقولوا لي خلاص احنا قربنا نختم، لكن انا مش دقيقه، خليهم دقيقتين او ثلاثه كده بس انا هميل على كريم، لان انا عندي السؤال بقى اللي هو الشق الثاني واللي اعتقد ان هو شديد الاهميه، انا ازاي هقدر احسن من الظروف المتعلقه بالكادر الطبي المصري؟ سؤال مهم جدا، بس ده يحتاج حلقه كبيره مش طبعا دقيقتين من كريم. ماشي. اول حاجه لازم الدكتور يحس بالامان. قانون المسؤولية الطبية لازم يطلع عندكم في البرلمان. أوكي. قانون المسؤولية الطبية لازم يطلع. ليه؟ لأن لازم الدكتور يبقى بيشتغل في مكان حاسس أنه آمن، حاسس أنه مش ممكن أي حد، أهل المريض يخشوا يضربوه، يخشوا يكسروا المستشفى، لو حصل أي مضاعفة للمريض يلاقي نفسه محبوس ويحقق يعني معاه قدام النيابة. كل الحاجات دي حاجات بتحط من قدر الطبيب. لو طلعنا قانون المسؤولية الطبية بما يليق بالأطباء، ده أول الطريق. أول حاجة، أول الطريق. بعد كده نبتدي نبص، يعرف لو الدكتور حس أنه آمن وحس أنه محترم في بلده، ممكن الماديات هتيجي، يحطها نمرة 2 و3. لكن دلوقتي ما هو كله مع بعض. نمرة 2 زي ما قلت لحضرتك، نفتح طرق جديدة لدخول شباب الأطباء بالذات، نعاونهم، نفتح عيادات، نعمل لهم عيادات ميسرة، يعني نفتح. تالت حاجة نساعدهم انهم يبنوا الكارير العلمي بتاعهم، يبنوا تدريباتهم، يحضروا كل المؤتمرات، يقدروا يعني نقلل التكاليف على قد ما نقدر. رابع حاجة لازم على المدى البعيد ان شاء الله، يا رب يا رب مصر تقوم من الكبوة بتاعتها الاقتصادية